عسلامة، مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة جديدة من وصفات العيد، ان شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم. بصراحة الحلوى هذه من غير ما نحكي لكم على الذوق، من مكوناتها بركة تبين قمة في الذوق، وفي نفس الوقت يعني حاجة جديدة، حاجة باش تبهري بها ضيوفك بالحق، يعني مش باش تبين انها من صنع ايدك. ومكوناتها زاد بسيطة برشا برشا، ما نستحقوش لا فرن لا حد شيء، يعني حاجاتها حاجات يعني ما متوفرة في كل بيت، وأصل المكونات متاعها باش تحسها حاجة غريبة، والطعم ما نحكي لكمش بالحق، قمة قمة في الذوق. قبل ما نبدو في الوصفة، يا ريت ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. ونبدو بسم الله. اول حاجه باش نعملوها هي الكريمه، باش نستحقوا نفس الكميه نتاع الزبده، هي نفسها كميه الشاميه. انا لهنا استعملت 300 غرام وجتني ما شاء الله كميه كبيره كبيره بالكدا. وباش نستحقوا زاده سكر فانيليا، حاولوا كثروا منها سكر فانيليا باش تعطينا يعني نكهه الفانيليا. وباش نستحقوا للكراميل ورشه من القهوه، قهوه سريعه الذوبان. تخيلوا انتم يعني النكهات هذه كلها شنو النتيجه باش تطلع. ونخلطهم مع بعضهم لين تحصل على كريمه. والبنات اللي باش يسالني يعني الشاميه هي حلاوه الطرق، وراهو تنجم تستعملوا شاميه عاديه من غير ما فيها، خاطر لهنا فيها نكهه الكاكاو هذاك المتوفر عندي، اما انتم تنجموا تستعملوا حتى الشاميه العاديه. الطبقه الاخرى باش نستحقوا لوز مرحي، زاد ما يكونش بودر، على الاقل يكون مهروش شويه. وباش نستحقوا زاد البسكوي، الكميه البنات حسب الرغبه وحسب المتوفر عندكم، وقرابه ملعقتين انا لهنا عملت من حلاوه الطرق، زاد تنجموا تعملوا حتى ملعقه واحده. وباش نستحقوا زاد السكر فانيليا والا فانيليا سائله، ورشه من هكا ملعقه كبيره من الكراميل، وهذه البنات اختياريه. وتوا باش نلموا الخليط نتاعنا بزبده الشاميه اللي عملناها، اما رانا مانيش باش نستعملوا الكميه كامله، نصف ولا حتى اقل، دب ما نحسوا ان الخليط نتاعنا اتجانس ونجموا نشكلوه كيف ما نحبوا احنا. شوكولاتة بيضة في باماري، المهم تكون ماركة سمحة. وباش نزيدها قرابة ملعقة ملعقتين من الخليط نتاعنا اللي هو اللوز المهروش مع شوية من البسكوي، باش يعطينا لون مزيان، وزادة باش تعطينا قرمشة سمحة من بعد في الاخر. يعني نخلطهم مليح هكاكا، ومن بعد تليكا ناخذو بالبروس ونحاولوا نعملوا في المول متاعنا يعني الطبقه الاولى بالشوكولاته. المهم البنات تكون المول يعني اي شكل متوفر عندكم، والفايده انها الشوكولاته يعني تكون ماركه سمحه، ما تذوبش معانا وما تطيحش. يعني نحاولوا نعملوا من الاجناب، نكثروا من الفوق يعني في الاجناب الفوق، وهكذا في الوسط. المهم يعني نعملوا معناها ايتاج ولا دوز ايتاج تكون خير، لا تكثروا برشا باش ما تجيش يعني خشينه برشا، ولا ترقوا ياسر باش ما تكسرش معانا ومن بعد تنجم تخرج بسهوله.
الأولى ندخلوها شوية للفريجو هيك قرابة حتى دقيقة دوب ما شوية تتجمد معنا الشوكولاتة البيضة، ونمشي نعمله الطبقة الثانية اللي هي الخليط اللي عملناه بتاع البسكوي واللوز. زاد نحاول نرصه بالكده وما نحطوهش يعني الكمية، نحطوش كمية كبيرة، دب هيك في الجناية بكاية ونخلو شوية في الوسط فارغ. بعد ما كملنا الطبقة الثانية نمشوا للطبقة الثالثة اللي هي زبدة الشامية اللي عملناها. نحاولوا البنات في الوسط نخلو شوية فراغ باش نجمو نعملوا الكراميل، ونزيدوا بعد نلمو شوية بال يعني نزيدوا شوية بزبدة الشامية لين تعطينا يعني المساحة هكا مستوية كاملة قد قد يعني. ومن بعد باش نزيدوا نعملوا شوية من بالبروز هكا كدب شوية بالشوكولاتة البيضة، باش من بعد البنات كيف ندخلها للفريجو تخرج متجمدة كاملة ما تسيحش معانا. وهكا هو يعني شوفوا ما فماش ما اسهل منها الحلوى هذه، وبالحق البنات راهي قمه قمه في الذوق، وتنجموا تستعملوها في اي مناسبه مش بالضروره يعني في العيد كهو. تنجموا يعني مناسبه خطبه، في نجاح، في تور، في يعني بالحق تجي في اي مناسبه ومشي مكلفه برشا، والنتيجه بالحق يعني متاكده انا انها باش تعجب الناس الكل. والمول زادة تنجم تستعملوا اي شكل، ولا حتى تكون يعني اصغر، الشكل متاعها يكون اصغر يعني الباهية فيها هذه بالحق يعني تنجموا تشكلوها كيف ما تحبوا انتم. وزاد الباهي في الحلوى هذه انها تصبر معانا بالكدا بالكدا، على خاطر لا الزبده تفسد لا الشاميه تفسد، يعني مكوناتها الكل ما يفسدوش. الفايده انكم تحطوها في الفرجدير على خاطر عنا الشوكولاته باش ما تسيحش اكهو.
تشوفوها على عينيكم كيفاش محلاها ومحلى منظرها. تشهي على الاخر يا ربي، ان شاء الله نودكم ولا نشهيكم. حاسيلو شوفوا الكراميل كيفاش خارج منها، كيفاش الطريه تذوب في الفم. زيد البنات كيف تاكلوها تحسوا بالبنه وبالتقرميشه نتاع اللوز ونتاع البسكوي مع البنه نتاع الكراميل نتاع الكريمه نتاع الشاميه. حاسيلو المكونات هذيك الكورليكا بالحق، تخيلوا انتم البنه والجو اللي باش يعطيهولنا. إذا عجبتكم الفكرة ما عليكم كان تعملوا لي جيم، واللي تحب تكون من متابعين القناة مرحبا بها بالطبيعة، اعملي سابوني وإن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد، وخليكم على خير وباي باي.